سلام ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم للابايا. ان شاء الله تكونوا بألف خير، وانتم تشوفوا في فيديو اليوم يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وبصحة يا رب. وحتى المشتركين الجدد نقول لكم نورتونا، ما تنسوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد في القناة، وكذا مشاركة القناة مع الأحباب والأصدقاء حتى تعم الفائدة. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في درس جديد وشرح جديد للكتاب المدرسي لغة إنجليزية. جيبوا الكتاب المدرسي وافتحوا الكتاب المدرسي على الصفحة رقم 24، صفحة 24 من الكتاب المدرسي سنة أولى متوسط. Good morning pupils. Good morning pupils. المس تاعنا هاي تقول Good morning pupils. Pupils. Okay. Pupils. One. Pupil. Pupils. Pupils. Pupil. عنا تلميذ واحد. تلاميذ يعني pupils. We add the S at the end. في النهاية راح نضيفو S. Pupils. Good morning. Good morning هي عرفناها من تحية، من عرفناها في التحيات هي greetings. Greetings. Greetings يعني واحدة من التحيات اللي كنا شفناها من قبل. شفنا hi, hello. أيضا good morning كما لهنا good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon يعني صباح الخير. Good morning. مساء الخير. Good afternoon. Good afternoon. Hi و hello عندهم نفس المعنى، مرحبا. نرجع للكتاب المدرسي. Good morning pupils. صباح الخير تلاميذ. I أنا يعني أنا I listen and repeat. أنا أستمع listen و and repeat يعني وأعيد. راح نشوفوا لهنا the English alphabet مع مجموعة من الكلمات، كل حرف letter letter حرف letter يعني حرف letters يعني حروف letters حروف. one letter يعني حرف واحد، كيعودوا حروف بزاف نقولوا letters في الجمع plurals. هنحاول نقراو الحرف والكلمة يعني كلمة word، يعني عندنا يعني كلمة هي word. word يعني كلمة، عندنا الحرف عندنا كلمة، كل كلمة تبدأ بالحرف اللي رانا حابين نشوفوه. تبعوا معايا الحروف هادو، هنحاول نقراو الحروف والكلمات. كانت شفاو في الدرس السابق شفنا 26 حرف في اللغة الإنجليزية. My English alphabet. Okay. My English alphabet. صفحة 24. My English يعني my قلنا ملكي. My English إنجليزية alphabet. My English alphabet حروف حروفي اللغة الإنجليزية. عندنا 26 حرف. A apple apple. حاولوا انكم تكرروا معايا تعاودوا ورايا القراءة. A apple. A apple يعني تفاحة. B book. B book كتاب. C cat. C
كات قطة. سي كات. هنا السي أحيانا نقراوها حرف سين كما الأس، وأحيانا نقراوها كما الكي كما الكا. في الحالة هذه كات سي كات. في درس في دروس مقبلة راح نفهمكم وقتها نقراوها سي والحالات اللي نقراوها كي، بنطق الأس وبنطق الكي. دي دي دوغ. دي دوغ يعني كلب. اي إليفنت. اي إليفنت فيل. اف اف فوكس. اف فوكس يعني ثعلب. جي جيرل. جي جيرل نفس الشيء لهنا. جي احيانا نطقها جي احيانا نطقها ج. جي جيرل. جيرل فتاة. جيرل جيرل. جي جيرل فتاة. اتش اتش هاي هاي. اتش هاي. الاتش دائما صامتة، دائما في الكلمات الإنجليزية راح تكون ها ها. هاي اوكي. هاي مرحبا هي تحية. greetings استعملوها هي عبارة تحية. I image. I image. I image صورة. J jewelry. J jewelry. J ركزوا معي مليح. jewelry حاولوا انكم تكرروا الكلمات والحروف. J jewelry يعني مجوهرات. K kangaroo. K kangaroo. K kangaroo يعني الكنغر. L L listen. L listen انطقوها. L L listen يعني يستمع. M M much. M much يعني يربط. N nine. N nine. N nine تسعة. O O orange. O orange. O orange يعني برتقال. P pen. P pen قلم. Q question. Q question. Question. Q question يعني سؤال. R R ما نغلطوش لهنا لهنا مشي R. R دائما R in English. R R read. R read. R read يقرأ. S S sing. S sing. S sing يعني يغني ولا تغني. T T انتبهوا لهنا ما نتقاش T. T T في اللغة الإنجليزية T. T table. T table. T table يعني طاولة ولا طابل. U umbrella. U umbrella نحاولوا نحفظوا هذو المفردات ونطق الحروف ونطق هذه الكلمات. نحاولوا أن نكرروا الحروف ونكرروا الكلمات بها نتعودوا على نطق اللغة الإنجليزية. U umbrella. U umbrella يعني مظلة.
rapide en français. Vie, violaine. Vie, violaine. Vie, violaine. يعني هذه الآلات الموسيقية آلة الكمان. W, W, whale. W, whale. هذا الحوت ضخم، حوت ضخم. W, whale, whale. X, xylophone. X, xylophone. Xylophone. X, xylophone. يعني هذه آلة xylophone. Yak, di, yak. Y, حرف Y. Yak, yak. Y, yak, yak. هذا نوع من الطيران، هذا نوع من الطيران سميوه في اللغة الإنجليزية yak. Z or Z. أوكي، ننطقه Z ولا Z في اللغة في الإنجليزية الأمريكية، ننطقه Z. Z ولا Z. Zebra. Zebra. هذا حمار الوحش، حمار مخطط. Zebra. Zebra. أوكي، وهنا نكون وصلنا للنهاية حروف اللغة الإنجليزية، حروف الأبجدية الإنجليزية. My English alphabet. نحاول نقرأهم بدون قرأ غير الحروف. A للتذكير. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. هنا 26 حرف، وهنا نكون وصلنا لنهاية درس اليوم في اللغة الإنجليزية. إن شاء الله يكون فاتكم هذا الدرس، نلتقي في درس جديد قادم إن شاء الله، ولكم سلام.